حاجه. برضو اللبن الكالسيوم بتاعه مش زي الكبسولات يعني، اخف اخف طبعا. غير ان انا اخد كبسوله فيها كالسيوم جرعتها دي بتبقى كبيره قوي فبتقلل امتصاص قوي. لكن ده مش معناه ان عشان بس الناس ما تتلخبطش انها ما تاخدش كبسولات كالسيوم. لو الدكتور كاتب على كالسيوم كل الحكايه افصل 4 ساعات ما بين كبسوله الحديد وكبسوله الكالسيوم. بالظبط، المهم ان انا اخد الحاجه اللي محتاج لها جسمي زي ما الدكتور بالزبط. وارشادات الدكتور قالت بالملي. طيب احنا معانا على التليفون دلوقتي حسام. الو يا حسام. الو الو، اهلا وسهلا بيك، نورت نورت. اهلا انت وسهلا بحضرتك. اهلا بيك اهلا بيك، اتفضل سؤالك للدكتور ازاي نهاد. حضرتك عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيك. معلش انا بعتذر لكم على الازعاج، ويعني برحب بالدكتوره وبتشرف بيها جدا، يعني احنا مستفيدين قوي بالكلام الجميل بتاعها والله. العفو يا حسام، اتفضل. يعني انت تنورنا، انت اول راجل تكلمنا دلوقتي فانا سعيده يعني. ده شرف ليا يا فندم، شرف ليا. اتفضل يا حسام. هو بس هي انا معلش يا دكتور بدون اطاله، انا عندي المدام يعني من اقل مجهود بتدوخ كويس، اقل مجهود اقل حركه، وعملت لها طبعا تحاليل طلع الهيموجلوبين 8.5 والايرن 15 وفيتامين د 16، فدي كلها طبعا كانت نسب قليله قوي، فخدنا حقن حديد وحقن فيتامين د ولسه الوضع كما هو عليه. هي طبعا عندها طفلين والموضوع حضرتك مش متخيله يعني مسبب لنا عيب ازاي، حاجه صعبه قوي يعني. ف يعني مش عارف هل في اي معلومات حضرتك حابه تاخديها مني عشان تديني التشخيص للحاله، لان انا رحت لاكثر من دكتور والوضع كما هو عليه يعني. تمام، بص نمرة واحد، أنا بشكرك يا حسام إنك مهتم بزوجتك، فأنت رجل مثالي يعني، فأنا مبسوطة منك إنك أنت مهتم ومتابع حالتها وعارف التحاليل وبتكلمنا عشانها، فيعني ربنا يكرمك. بص طبعا أنت الأرقام اللي أنت قلتها الحقيقة ماشية مع أنيمية نقص الحديد. وقبل ما المداخلة بتاعتك احنا قلنا ليه الستات بيجيلها أنيميا شديدة، فطبعا لازم هنسألها ولازم بقى هتبقى هي على العادة الشهرية بتاعتها، أخبارها إيه، أكلها شربها، كل التفاصيل دي. بس هو الحقيقة لو هي أنيميا نقص الحديد وانت بتقول إنها خدت طبعا أكيد مع دكتور كتب لها إذا كان حديد بالفم أو جرعات حديد وريد وبعدها ما تحسنتش، لا ده لازم تراجع دكتور أمراض دم، في حاجة مش مظبوطة في الموضوع. عادة لو هي أنيمية نقص الحديد لما المريض بياخد حديد المفروض المستوى بيتحسن بتاع الهيموجلوبين، إلا لو هي اتحسنت وبعدين رجعت تنزل تاني يبقى ده سبب اللي عمل لها الأنيميا الأولاني رجع تاني. فاهم قصدي يا حسام؟ هو حسام مش معانا، بس هو سامع حضرتك. فهي الفكره ان طبعا لا دي حاله مهمه، دي واحده خدت فيتامين وانا ما اعرفش اذا كانت اتحسنت وبعدين رجعت تعبت تاني ولا لا، فدي مهمه قوي انها تراجع.